حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. طبعا الكثير من الشعراء يميلون إلى لون معين من الشعر ويكون محبب وأقرب إلى قلوبهم، ولكن كيف يمكن للشاعر أن يمتلك التعددية في كتابة الشعر والتفرد بكل معانيه والتلون بكافة الألوان بكمية كبيرة من الإبداع والتميز؟ نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مشاهدين، نسمحوا لنا بأن نرحب بالشاعر العراقي الأستاذ روشان البدري في برنامجنا. مرحبا بك، نورتي البرنامج. مرحبا بك، الله يعطيك العافية. ما شاء الله عليك، بدأتي بالفصيح والنبطي والشعبي، شو أقرب شيء كان لك؟ والله بالبداية أحب أشكركم على الدعوة الكريمة. نعم، بديت أكتب الفصيح وأنا سن جدا صغير، يعني خلينا نقول 13-14 سنة. عقبها بديت أكتب النبطي كون إنه أنا أجدادي من بادية العراق كانوا. نعم. رغم إني ما عشت في البادية، يعني ما عشت في أجواء البادية وكذا، لكن حبيت أكتب شيء يعيد أصالة أجدادي. نعم. عقبها بديت أكتب الشعبي كوني عراقية، إنه عندنا في العراق الشعر الشعبي مسموع ولجمهور كبير. فشفت نفسي اني قادره اكتب كل الوان الشعر، الحمد لله، متعدده. جميل، ما شاء الله عليك. استاذه روشان، خليني اسالك، اليوم لما نشوف تعدد في كتابه القصائد او في الوان القصائد، ما شاء الله عليك انت يعني من الفصيح الى النبطي، فهذه شو نسميها؟ نسميها موهبه ولا نسميها شو؟ والله شوف، هي اكيد موهبه وتكون فطره. يعني أنا جدي كان شاعر، لكن شاعر يكتب النبطي. والدك ويدك ما شاء الله. والدي يكتب الفصيح وجدي كان يكتب النبطي، فأنا ممكن أقول أنها فطرة وموهبة بعد. طيب كيف أثرت هالبيئة ما شاء الله، بما أن عندك يعني الوالد والجد في عالم الشعر، وكيف أثرت هذه البيئة في روشان؟ والله أنا خبرتك أن البيئة اللي عشت فيها ما هي بيئة بادية وكذا، لكن بس بيئة شعار. بالضبط، يكتبون الشعبي، تأثرت فيهم أكيد، سمعت الكثير شعراء، دائما أحب أسمع للشعراء اللي هم خلينا نقول كبار في العراق. نعم، والحمد لله يعني البيئة اللي عشت فيها مثل ما تفضلتي، يعني بيئة كلها شعر، فاجأت منها. أستاذة، بما أنك يعني كنت في، أنا بسمع منك، أبا أسمع منك قصيدة نمطية بعد إذنك، لكن أبا أسألك سؤال قبلها. طبعا في العراق في الأبوذيات. نعم. واللي معروفة، ما في يعني حد في العراق إن كان شاعر ولا غير شاعر يكتب أبوذيات، حتى من صادق عراقي لازم يكتب أبوذيات. صحيح. في لك أبوذيات كتبتيها معينة؟ هو لازم، شوف أنت حتى مو شاعر في العراق يكتب. أنا هذا قلته، حتى من صادق عراقي لازم يتعلم الأبوذيات يكتبها. ممكن نسمع أبوذيات ولا قصيدة نمطية أو قصيدة نمطية تبي تقولينها؟ نبدأ بالقصيدة أول شيء وعطها إن شاء الله النبط. قل خذيت من القصايد كل ماضة، عشقت الشعر وفنون الخطابة، كأن الشعر يلعب بي هبوبة، وأنا له صرت في حبه سحابة، يزريني متى ما طاب كيفه، ألا يا زين مسراه وعذابه، بصدر البيت قلط بعض ذاتي وأرشف من فناجيلي الكآبة، وبالعجز تقوى كل ضعفي وأنهب من خوافيه نهابة، أنا ليلى ومجنونة قصايد، وموت بقيس وبحضرة جنابة، يلوح لي وطوح كل غالي، أنشهد فاز بالقلب وغدابة، وأطرب لا قريت من الجزاي اللي خلق الله وغار من الكتابة، أعيش الشعر وتنفس بيوته وأقول اليالفة يمي هلابة، ولا من غاب له يوم وتركني هدور لين أوقف عند بابه وطق الباب، لين كلمتني عسى يرحم من يدور جوابه، فلا تلام مثلي من تغند، أحب الشعر وأبكي في غيابه. سلام، الصحة والعافية. خلينا نتكلم عن مشاركتك في شاعر المليون وحصولك على الامتياز. الله، هي كانت أول مشاركة لي في مسابقة خلينا نقول عربية. نعم. على مستوى الوطن العربي يعني، فكانت أول خطوة لي أني أظهر في الإعلام. نعم. أني ما كنت أظهر قبل بحكم أني دراستي وكنت أدرس وكذا، ومحكمين بعد. إيه، فجلست قدام لجنة كبار ويقيمون قصيدي، فحسيت في البداية أنه كيف أنا خطيت هالخطوة ولسه يعني حاسة أن نفسي لسه. نعم. فالحمد لله كانت تجربة كثير حلوة، بالأخص عقب ما يعني
أهلوني بامتياز إنه قالوا قصيد وأنت شاعر وكذا، فحسيت إنه طاقة أعطتني طاقة كثير حلوة إني استمر في الكتابة. وفعلاً يعني النسخة الثامنة كانت من أصعب النسخ في شعر المليون، حتى كانت من أصعب النسخ اللي كانت النسخة الثانية أو الثالثة، النسخة الثامنة بشهادة الشعراء كلهم. كانت تقريباً 5000 شاعر، يعني شاعر وشاعرة. كانت النسخة الثامنة وجود المرأة بحد ذاته هذا كان تحدي فعلاً. في يوم جازوني حسيت في إنجاز، يعني كبداية طريق كنت راضية الحمد لله. جميل أستاذة، خلينا نتكلم عن ديوانك الأول اللي هو ربيع الأحلام، صحيح؟ صحيح. وفيه 50 قصيدة تقريباً، لو تكلمينا أكثر عن هذا الديوان وهذه التجربة الأولى اللي لك. والله كان فعلاً أول ديوان شعري لي، وكله يحتوي على قصائد نبطية. سميته أنا ربيع الأحلام عشان كتبته وأنا في سن 14، ما شاء الله، فيعتبر أنه بداية مبكر عمري كذا، فحبيت يكون ربيع الأحلام عشان تعريف للشاعر اللي كاتبته، والقصائد اللي كان فيها قصائد عن طفولتي، قصائد عن كيف بديت أكتب كذا. نعم، كتبتي عن بغداد، عن الوطن، كيف يستطيع الشاعر أن يترجم هذه المشاعر وهذه القضايا من خلال سطوره؟ والله أنا بالنسبة لي بغداد والعراق يوم أكتب أحس أنه ما وفيت، مثل ما قدرت إني أوصفهم، حتى مهما كان الشاعر في العراق بالأخص، رغم من يعني الظروف والأشياء اللي نعيشها، لكن أعجز إني أحيان أكتب أو أقدر أوصف بغداد أو العراق. لكن كتبت شيء أكثر من 5 قصائد 6 للعراق وبغداد بعد. نسمع. مجهزة شيء؟ مجهزة حق بغداد. تقول بسم الله على بغداد من شر صابها، يا دار ما تحلى عقب دارك ديار، يا أرض طيب وطاهر اترابها جادل في وصفها الشاعر احتار. طبعا هذه مثل هذه الأبيات كتبتها عشان اني كنت مسافرة وكانت الأوضاع شوي الحنين للوطن في بغداد، فكتبت هذه الأبيات لها. نعم. دوما العراق أرض الشعراء والأدباء، ويعني ما في أحد إلا يعني إن كان محب للشعر أو كان متذوق عنده شاعر قريب منه إلا يكون هذا الشاعر عراقي، إن كان الشاعر الراحل عبد الرزاق رحمة الله عليه، والكثير من الشعراء لو ذكرناها ممكن ما راح يعني نقدر نوفي العدد. أنت الشاعرة الوحيدة العراقية أعتقد اللي تميزتي وخرجت بالشعر النبطي، شو كان يعني لك أنك أنت تكونين الشاعرة العراقية الوحيدة وتقدمين الشعر النبطي هذا؟ والله أكيد يعني لي كثير، بالأخص يوم أني أكون خلينا نقول بالأخص في العراق عندنا شعراء كثير، لو أعد الأسماء ما راح يمكن أنسى كثير، فأنا حبيت أتميز، يعني حبيت أكون يكون لي لون خاص فيني اللي هو النبطي. في العراق كثير صعب، أو ممكن يشوفونها أنه ما يجدون مثل الشعبي، كثير صعب أنهم يكتبون نبطي. ليش؟ عشان اللهجة عندنا، عشان الأجواء اللي يعيشونها، مو كل شاعر يقدر يكتب نبطي وهو خلينا نقول في عاصمة أو هو مو قريب للبادية، اندمجوا بالفصحى بالثقافة العامة وباللغة اللي كانت منتشرة وكانت قوية جدا في فعلاً. زمن كبير يعني مش زمن قصير. صحيح، فخبرتك يعني أنا حبيت شوي أكون متميزة، نقول متميزة، فبدأت أني أركز أكثر شيء على النبطي، وبنفس الوقت أعد أصالة أجدادي في الشعر. خلينا نتكلم عن ديوانك الثاني على متن الذاكرة. على متن الذاكرة هذا جاء تقريبا 2018 صدر هذا الديوان، هو على متن ذاكرة عشان كل اللي فيه قصايد وجدانية، ما خليت فيها وطني، ما خليت فيها أشياء مثلا تتداول على الناس أو شيء معين، كانت كلها تحتوي على قصايد وجدانية. نعم. ومن الذاكرة ومن خليته على متن ذاكرة. نعم، الشعراء قصائدهم تبنى من على المواقف. أيه. كثير يعني ممكن احنا نصيغ السؤال بمية طريقة، لكن يبقى السؤال واحد بمغزى واحد، الموقف هو اللي يصنع القصيدة، صحيح؟ صحيح. في مواقف في الذاكرة الآن وخلقت قصيدة عند شاعرتنا؟ المواقف أكيد في كثير، لكن أنا شخصيا يوم يصادفني موقف بكتب أبيات كذا خلينا نقول تجي ارتجالية،
بنفس الموقف اللي في نفس الآن وفي نفس الحالة. بالضبط. زين أستاذة، نحن نطمح أو نطمع أن نسمع أبوذيات، بما أن شعر شعبي يعتبر أو نوع صحيح. شعبي، لون شعبي من ألوان القصيدة العراقية، ممكن تسمعينا أبوذيات؟ إيه إن شاء الله بسمعك أبوذية. لو كنت ماهر كنت برد عليك، لكن للأسف أنا يعني مش ماهر فيها. والله شوف أنا أكتب لكن مو بكثير، يعني أكتب كذا محاولات، خلينا نقول أحيان أسمع والدي، والدي يكتب الأبوذيات كثير فأرد عليه، مثل ما قلت أنت أحب أرد على الأبوذيات. فأنا كتبت وحق من خالق الدنيا وأهلها، دموعي بسلك ترخص وهلها إلك دور بروحي، وانت هلها وهديك القلب باثنين يدي. هذه أبوذية. كنت أتكلم عن مشاركتك في برنامج برسان القصيدة، ومدى التسليط الإعلامي على الشاعر وأنه يكون واضح فعلا على الساحة الشعرية. فرسان القصيد كانت شاركت في هذا الموسم. نعم. أنه أنا كنت أدرس في مصر، عقبها أنه لا صممت أني لازم أشارك في المسابقة، سافرت الأردن عقب ما اتصلوا فيني قالوا طلع اسمك يعني تعال اختبري وكذا. فوقتها صراحة تحدي كبير بالنسبة لي، أنه قلت دام أنهم قبلوني لازم أروح أشارك وأثبت وجودي، وكانوا كثير من الشعراء الموجودين من العراق، فحسيت أن الفرصة قليلة بالنسبة لي. أنا شفت شعراء كبار من العراق مشاركين. نعم. قلت يعني حسيت أنه كل شاعر عنده ثقة بنفسه. صحيح. لكن مهما كان لازم يحس في رهبة أنك قاعد تتحدى كل هالشعراء. الرهبة سبب النجاح. إنزين، إذا تكلمنا عن الرهبة هي اللي تخلي الشخص يكون ناجح. بالضبط ممتع. بالضبط. فيوم دخلت لجنة التحكيم قيموا القصيد، قالوا أنه أنت قصيدك يثبت أنه أنك شاعرة فعلا من مفردات من، فبعد حسيت أنه عطوني يعني دافع للاستمرار. الحمد لله تأهلت لل 24 وعقبها للمباشر، لكن صارت شوية في أمور أنه نظام المسابقة الفيز والتأشيرات والكذا هذه، والحمد لله على كل حال أنا وصلت المرحلة أنه أوكي يعني راضي عن نفسي. أستاذة، أهرب من الحب هو ديوانك الثالث. قبل واللي كان بالفصيح طبعا، قبل لا أسألك يعني ليش أهرب من الحب سادة روشان؟ شوف أنا اخترت أول شيء عشان هو عنوان ملفت للنظر، أنك لازم تكون مبدع في اختيارك عنوان الكتاب. نعم. إحنا عندنا مثل يقول الكتاب واضح من عنوانه، وأحيان أنا أخالفهم الرأي، ممكن أنه كتاب عنوانه جميل لكن يوم تقرأ تحس أنه فقط العنوان. لكن أنا اخترت هالعنوان هذا ممكن عشان أنه كل النصوص الأدبية اللي فيه توحي أنك لازم تهرب من الحب يعني خلاص. هذا تصريح يعني خطير. بس ما في حد يهرب من الحب، الحب موجود في كل شيء، في تفاصيل حياتنا فعلا. لكن أتكلم عن خلينا نقول لو تقرين الكتاب بتحسين أنه أنا وصلت لك رسالة غير عن اللي أنت فهمتيها. ممكن أي إنسان يجي يشوف العنوان يقول ليش نهرب، طيب هو حب كيف نهرب منه؟ لكن يوم تقرين النصوص تحسين أنت أهرب أنه الحب ولا أهرب من الحب. نعم. بعدين في نفس اللحظة يكون عنوان تسويقي بعد للفت الانتباه، فعلا المشتري ينتبه على العنوان. بالضبط. وعلى فكرة أنه أهرب أنه الحب وليس أهرب من الحب. نعم. فأنا خليت في حيرة أنه أهرب أنه الحب، أنه الحب ممكن شيء حلو أو ممكن راح يخذلك أو شيء، خليته في النصوص اللي موجودة في الكتاب. نعم. وفي نهاية الكتاب على فكرة أنا جايب الكتاب ذا، في نهاية الكتاب إذا تشوفون وش كاتبة، نعم لقد هربت من الحب لكني لم أقتله، يعني موجود الحب في داخلي. ممكن أستاذة ترفعين الكتاب أساس الكاميرا تبين الكاميرا الطريق. الكاميرا تقارب. إذا كان باين ما شاء الله أبدعتي في كتابة القصائد واتجهت إلى كتابة الروايات. إيه الروايات بالنسبة لي، شوف أنا من زمان أحب أكتب رواية، لكن أكيد حسب قدرتي أني ممكن أكتب الحين أو لسه الوقت بدري. فيوم حسيت أنه خلاص جاء وقتها بلشت أكتب، وهي قيد الطباعة طبعا. أنا من عشاق الروايات، يعني دائم أحب أقرأ، دائم أحب أطلع على الروايات الجديدة، وجات هذه الرواية سبحان الله هي إن شاء الله أول رواية لي، مع أني عندي روايات كثيرة لكن ما كتبتها. هذه جميل. قيد الطباعة أول رواية إن شاء الله. أستاذة روشان، إحنا نطمح بعد ثاني نسمع منك قصيدة بالفصيح،
لكن كنت أبا أسألك غير الوالد والجد طبعا من عائلة يعني تناولت الشعر ما شاء الله عليك، لكن أكيد في بعض الشعراء العراقيين اللي انتي تأثرتي فيهم، منهم الشعراء العراقيين اللي أثروا في روشان؟ والله شوف خبرتك أنا أقرأ لكثير شعراء، وبس خلينا نقول الجواهر. ممكن أثرت على روشان؟ الجواهري، نازك الملائكة، الجواهري رحمة الله عليه، يعني كثير شعراء، لكن كشعر شعبي من يعني من والدي. من فعلا ممكن نسمع شيء من الفصيح؟ فصيح؟ أنا حافظة الفصيح. أقول ماذا أصاب أحبتي، والله قد أحببتهم حب الدموع لمقلتي، والله قد أسميتهم سراق تلك البسمة. ماذا أصاب أحبتي، تركوا شعاعا داخلي، فروا لتلك الظلمة، أخذوا سنيني كلها والموت صار بحوزتي، فأتيت أشكي طعنة وأنا بأبهى حلتي، كاد الذي ينظر إلي يخشى تصيبه لعنتي. ماذا أصاب أحبتي. سلامتكم. الله الله الله. طموحاتي المستقبلية، طموحاتي شوف صراحة كثير، لكن الحين أنا مركزة على النجومية. دايم والدي يوم يسألني وش طموحك، بقول ودي أوصل النجومية. يوم أشوف إنه خلاص وصلت النجومية راح أحس إنه فعلًا أنا إنسانة ناجحة، فعلًا نجحت. فإن شاء الله يا رب الطموح والنجومية. الله يوفقك يا رب. إن شاء الله تعالى. كيف تشوفين الساحة الشعرية في الوقت الحالي على المستوى العربي؟ المستوى العربي في الصراحة تقدم ولا؟ أكيد. أكيد تقدم، لكن لابد أنك تحس في بعض الملاحظات. يعني مثلا في الشعراء، أو خلينا نقول بعض الشعراء يركزون على الكلام اللي الحين هو ممكن يجذب عدد بسيط من الجمهور، اللي مثلا أنه أنا ودي أكتب كذا عشان يلفت نظر الجمهور أو عشان أستفز الجمهور. أنا بالنسبة لي هذا خاطئ. يعني إيه، أحب الشاعر يكون مبدع في كل شيء، كل حاجة، ما يحاول يستفز الجمهور أو المتذوق أو الشيء يعني. لكن كرضا الحمد لله الشعر الحين كويس. نعم. روشن، آخر قصيدة كتبتيها؟ آخر قصيدة كانت ماكس اللي هي فصيح وشعبي ونبطي، خليتهم في قصيدة واحدة. يا سلام. فإقراها إذا تحبون. تفضلي. تقول هذا فتات أم دمعي أصبح ذرات، هذا صوتي من يتقهقه أم هذا صوت العبرات، وجهي لونه شاحب جدا أم هذا وجه المرآة، أشعر أني لا أتألم قد أفقد كل الإحساس، آه يا قلبي لو تعلم باتت تخنقني الأنفاس، وصرت أشوف أحلامي تموت وكرام الأحلام تفنها، وأنا أحلامي توها صغيرة كسرت خاطر من كفنها، عشت وشفت بعمر كثير وعرفت العبرة من العبرة، عرفت اللي يعطيني كفاه يستحسن ما ظل انتظره، ومنه اليوفي بحب معاك فنك تقدر بس تختبره، راح تمر بصدمة حب وتعيشك طول العمر بحسرة، شايف من تخنك العبرة ودك تحكي بس ما تقدر، بول كلمة رايح تعثر زين كله في لحظة ينكر وتحس كونك منك تبرى، اسأل واحد ماخذ عبرة، انظر داخل عيني لغز يوحي أني قد لا أحزر، في قلبي أشخاص أجزم لو خرجوا من عقلي يزهر. سلامتكم. صح لسانك. شكرا لك شعرتنا روشان البدري، نورتينا في هذه المساء الجميل على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامج 7 على 7. شكرا لكم، والصراحة أنا كثير سعيدة لوجودي معكم اليوم والدعوة الكريمة. وشكرا. تشرفت استاذة روشان البدري، الله يوفقك يا رب. حبيبتي الله يسلمك. مشكورة. مشاهدينا وصلنا للختام.